قالت لي يا غدا الصباح حاول تجي، قلت لها ان شاء الله يكون خير. ورجعت للبيت تلاقيت مع الدراري وعاودت لهم هادشي كامل. قالوا لي مزيان اخويا حسن انت تستاهل، الله يسهل عليك شي خدمه مزيانه. قلت للدراري ضروري يضبوا لي شي حطه مزيانه، ما يمكنش نمشي بهاد الحويج هادو كنبان محشر. نقصت توفيق قال لي واش غادي تخدم ولا غادي تخطب؟ في ضروري يا صاحبي خاصني نمشي نبوكس. قال لي يا سيدي غير كنضحكوا معاك، عندك الصح، انا غادي نعطيك واحد البياسات يلاه شريتهم عماني ما لبستهم، ولكن ماشي خساره فيك، عندك تخدم وتقلب وجهك. يا صاحبي اللي سمعك كتقول بحال هكا يقول السيد غادي يخدم في لانازا، خوك ما عنده لا نيفو لا والو، اش غيخدموني كاع؟ نطيح تنعيا غنخدم عساس تماك. شتي القرايه اللي ما قريناش اصاحبي؟ بقينا عاطينا التفليه واحنا جبناها في راسنا دابا. بدا كيضحك توفيق وقال لي واش عقلتي نهار قلت لكم اللي دخل القسم ماشي راجل وتنتوما دايرين فيا عقلكم وما دخلتوش؟ والله الا الوقت كان ضحك علينا بالله، ولكن الحمد لله على كل حال هاد القرايه اللي ما قريناش نعوضوها في ولادنا ان شاء الله. كي داكشي اللي كاين ومشينا نعسنا. الغد لي الصباح فقت بكري، ضربت التدويشه وضربت الحطه اللي خلى لي توفيق، جاتني تبارك الله غير الضحك. وشتي الطاكسي ومشيت لذاك العنوان اللي كان في كارت فيزيت، وغير وصلت تماك تصدمت، كنت كنصحاب راسي غنلقى شي شركه صغيره ولا شي مكازا. منين وصلت كنتصدم كنلقى شركه كبيره وكبيره بزاف، غير في الباب ديالها كاينين شي خمسه ديال السيكوريتي، وبقيت واقف ما زعمش نمشي. راك عارفين هذيك الدعقه، كنقول اوه عندك غير نمشي يجيو عليا هادو مع الباب، خصوصا باين الفرق، ناس كلشي ضارب الكوستيمات وانا جاي ضارب قبيه وسوا ديال جين واير ماكس. يلا تميت قاصد الباب وانا نوقف، قلت لا لا اسمح لي وانا تم راجع. تميت راجع واعط عليا واحد السيكوريتي قال لي خويا مالك كيك لاباس؟ هو يتم جاي عندي تي خويا واحد السيده عطاتني طلا فيزيت وقالت لي جي عندي هنا وما عرفتش فين. قال لي نشوف اللي مدام لينا هادي هي اللي عطاتك كارت فيزيت؟ قلت لي اه. قال لي وعلاش باغي تمشي؟ تسنى صاحبي تشوفها. جبد الراديو ديالو وبدا تيهضر شويه هو يخرج عندنا واحد السيكيتي. قال لي وصل السي يوسف البيرو ديال لينا. قلت لي باش عرفتي سميتي؟ قال لي وصلتني عليك لينا البارح. قلت لي شكرا. وتميت غادي انا وداك السيكيتي باش نوصلوا للبيرو، ضربنا مسافه طويله بزاف عاد وصلنا. قال لي تسنى هنايا وباش دخل عندها شويه خرج عندي وقال لي تفضل تفضل السي يوسف. دخلت لعندها قالت لي تفضل السي يوسف تفضل مرحبا بك. دخلت وبقيت واقف قالت لي جلس جلس ما تحشمش. جلست اخوكم دعوق عمرني ما دخلت لشي بلاصه بحال هادي ولا عمرني جلست مع شي واحد فهاد الاهميه هادي. كتسول فيا وانا غير كندور في عينيا وكنشوف الشاجم كتبان ليا كازا كامله. سولتني قالت لي شنو سميتك؟ قلت لها سميتي يوسف. قالت لي كنيتك؟ بقيت ساكت. قالت لي شنو كنيتك؟ بقيت غير ساكت وقلت لها ما عرفتش. قالت لي كيفاش ما عرفتش؟ قلت لها هكاك ما عرفتش وصافي. مع ذلك بقات كتسول قالت لي واش ما بغيتيش تقول لي كنيتك ولا كيفاش؟ علاش زعما ما فهمتش؟ قلت لها اش غادي نقول لك؟ قلت لها هذه قصه طويله من بعد من بعد. قالت لي واخا عندك لاكار؟ قلت لها لا الصراحه ما عنديش. قلت لها انا يلاه درت 18 عام وباقي ما صوبتهاش يلا غادي نصوبها. قلت لي واه ما يمكنش تخدم شي خدمه بلا لاكارت ناسيونال؟ قلت لها اه غادي نصوبها. قالت لي واخا عاود لي على راسك. قلت لها شنو زعما كيفاش؟ قالت لي عاود لي على راسك فين ساكن شحال عندك من خوتك ماماك وباباك فين عايشين؟ فهذيك اللحظه بقيت مصدوم وغير ساكت وعينيا مغرغرين بقات كتشوف فيا. قالت لي واش عندك شي مشكل؟ واش تقدر تعاود لي الا بغيتي؟ ما بغيتيش ماشي مشكل. قلت لها انا غادي نعاود لك، انا لالا من هاد زاديت القطاسي بالخيريه وما كنعرف حتى شي واحد. انا ماشي بحالك، نهار كان وقع لك المشكل شفت ماما كيفاش جايه كتبكي وجايه باغا تعطيو تبيع اللي قدامها واللي وراها باش انتي ما يوقع لك والو. انا العكس ديالك، واخا نموت دابا ما كاينش اللي يجيب لي اخباري، اصلا ما كنعرف حتى شي واحد. سميتي يوسف ولكن الشيء الاخر انا ما عرفوش، اصلا هاد السميه ما عرفتهاش واش حقيقيه ولا لا. انا جابوني الخيريه وانا عندي عام ونص، من نهار عقلت على راسي هما كيعيطوا لي يوسف ومشات هاد السميه هادي وهادشي اللي كاين. انا دابا عاودتك القصه ديالي كامله وتهلا يفراسك انا غادي نمشي. قالت لي تسنى تسنى فين غادي تمشي؟ واش حنا كملنا الهضره بعدا؟ قلت لها صافي غير خليني نمشي، انا عارف حال الشركات هادو ما غاديش يقبلوا بواحد بحالي حتى السميه ما عندوش. قالت لي واش انت مريض؟ علاش ما غاديش نقبلوا واحد بحالك؟ حنا ما عندناش الفرزيات هنايا، وحنا هنايا كلنا بحال بحال، بحال اللي لاباس عليه بحال اللي فقير، حنا جايين نخدموا كاملين وكنتعاونوا كاملين، وانت انسان طيب، وما نساش داكشي اللي درتي معايا. قالت لي شنو المستوى الدراسي ديالك؟
قلت له حتى هو زيرو خارج غير من الخامسه ابتدائي. انا داكشي علاش بغيت نوض نمشي بحال هادشي، عارف المستوى ديالي ما يلاقش بالشركه. قلت لها لا غير تسنى ضروري نلقى لك شي بوست. تي شنو بان لك تخدم شي فور ديالي؟ قلت لها ما كرهتش ولكن انا ما عنديش بيرمي، حتى لا كارت ناسيونال ما عنديش. قالت لي ماشي مشكل داكشي، واش انت قابل؟ قلت لها اه مرحبا انا قابل، المهم هو نخدم. قالت لي شوف انا عارفك ما غاديش تبغي تقبل ما عندي فلوس، ولكن هاد الفلوس هادو غادي تعتبرهم سلف، غادي نسلفهم ليك، غادي تمشي دوز بيامي وغتصوب لاكارت ناسيونال ديالك وغادي تجي لعندي. فاش غادي تخدم معايا غادي تبدا تعطي ليا بشويه بشويه حتى تكملوا، متفقين؟ قلت لها مرحبا وشكرا بزاف على هاد الخير اللي غديري فيا. قالت لي لا لا بالعكس مرحبا بك. وجبدات هذاك الجوع عطاتو ليا، قالت لي يمكن ليك تفضل. تميت خارج ما لقيتش السيكيوريتي اللي دخلني، خوكم توضى ما بقيت عارفين نمشي غير غادي وكندور. بان لي واحد السيكيوريتي في الجنب وانا نمشي كنجري عندو، عافاك بغيت نخرج من هنايا مني غادي نخرج، بقى كيشوف فيا وكيتحرك. إليا مالك توضاتي؟ داني السنسور هو راني مني نخرج. وانا نخرج شديت الطاكسي ومشيت. جبت هداك لونفولوب حسبتو لقيت فيه 7000 درهم. اول حاجة درتها مشيت ضربت واحد الحطة مزيانة ومشيت كنجري على الوريقات ديالي لاكارت و بيامي، كندوز بيامي و اومي بطون كنطلع في لاكارت ديالي. خرجت لي لاكارت دفعت الدوسي ديالي للامتحان، سقطت في الامتحان الاول ورجعت للدار وبقيت كنحفظ، ما بقيتش كنخرج، بقيت مقابل غير الحفاظة. من بعد 15 يوم عاودت الامتحان الثاني ونجحت. مشيت عند توفيق قلت ليها خديت البيامي، ولكن المشكلة خوكم باقي ما كيعرفش يسوق، شنو غندير دابا؟ تخاف غير مشي تعطيني الطوموبيل ندخلها في شي حيط. قال لي لا لا انا غادي نلقى لك الحل غدا ان شاء الله يلا معايا. مشيت انا وياه قال لي زبد واحد 500 درهم. قلت لي ديالاش؟ قال لي زبد وغادي تعرف ديالاش. مشى جاب لي واحد الطوموبيل، قال لي هيا كريت لك الطوموبيل هادي، غتبقى تعلم فيها هاد اليومين هادي حتى تولي كطير. وبدينا كنمشيو لواحد الخلا وكنبقى نسوق تما حتى ولي طياره في السوق. من بعد رجعنا الطوموبيل مواليها، والغد ليه مشيت لعند السيكيوريتي اللي دخلني داك النهار، هو يعاود عيط عاوتاني في الراديو قال لي دخلوا عند مدام لينا، ما عرفتش واش كاينه ولا ما كايناش، المهم دخلوا حدا البيو ديالها. منين دخلنا حدا البيو ديالها ما لقيناهاش تما. قال لي واش غادي تسناها ولا تمشي حتى ترجع لعندها؟ قلت لا لا انا غادي نتسنى شويه. قال لي صافي خليك واقف هنا حتى تجي. وانا واقف حدا البيو ديالها خرج واحد السيد من البيو ديالها وبقى كيطلع وكينزل فيا من وجهه بين ميكرو شويه ويتم جاي قاصدني. قال لي اش كدير انت هنا؟ ما بغيتش نجبد المشاكل حيت الطريقه ديالو اللي دوى معايا بها ما عجبتنيش، ولكن قلبت وجهي قلت ما يمكنش انت باقي ما خدمتيش وغادي تجبد في المشاكل. قلت ليه كنتسنى في مدام لينا. قال لي وعلاش بالسلامه اش بغيتي مدام لينا؟ قلت ليه كنتسنى غير على شي خدمه وصافي. قال لي دابا بحالك انت غادي يخدموا عندنا حنايا في الشركه، انا وصيت كاع عسير في حالاتك، سير قلب على راسك ولا سير تبيع البطاطا. والله ما فهمت انا تلينا هادي كتجيب لينا الماركات هادو يخدموا عندنا في الشركه هادي، شو كي موسخ حالتك كي دايره؟ ما شعرتش وانا نعطي لمو واحد كوشي للعين ويزرق لي في البلاصه. جاو السيكيوريتي كاملين تلاهو عليا شدوني وانا كنسب فيه، قلت ليه ما نسمحش لك تعياني، واي واحد كيف ما بغى يكون هنا يقلل مني غنخلي ضابو. وانا هاد الخدمه هادي ما بقيتش باغيها وتميت خارج حالاتي حتى وصلت للباب الكبير وانا نتلاقى مع مدام لينا. قال لي يوسف مالكم شنو واقع؟ علاش مخرجينو بحالك؟ طلقوا منو. قال لها مدام لينا السيده دار ضرب الحاج التهامي بكوشي للعين، راه كاع زرق عليه، راه ما عرفناش كيفاش قال لنا خليه يمشي، راه كان باغي يتابعو قضائيا. ويتلقى بواحد الضحكه على الجد، انا ما فهمت والو. قالت لي الله يعطيك الصحه والله تبرتي لي قلبي، قالت لي اجيجي معايا. هزاتني في الطوموبيل وداتني لواحد القهوه وجلسنا وبقينا كندوي انا وياها. قالت لي واش قضيتي داكشي كامل اللي وصيتك عليه؟ قلت لها انا داكشي كلشي درتو، ولكن بيني وبينك انا ما بقيتش باغي نخدم، ما عجبتنيش لا فاصون باش هضر معايا داك السيد. قالت لي لا لا هذاك هو اكبر ميكروب كاين معانا، وهذاك السيد دابا نعاودك المشكل ديالو من بعد. انت اصلا ما غاديش تخدم في هذيك الشركه، انت غتخدم معايا انا شخصيا، غادي تبدا توصلني انا وتوصل ماما الا كانت خاصها شي حاجه. بين ما جا بابا وخويا من برا قلت لها الا كان بحال هكا ماشي مشكل وشكرا بزاف، اسمحي لي الا كنت جبت شي مشكل في الشركه ولكن راه جرحني بزاف. قلت لها لا لا ما تاخذش في بالك، والله الا الله يعطيك الصحه، ما كرهتش غير امتى ندخل الشركه ونشوف هذوك العينين زاقين عندهم. فاش نظم القهوه تمينا غاديين شدتها بحال السخفه، قالت لي جاتني الدوخه ما نقدرش نسوق. قالت لي بلاتي نعيط على العساس ديالنا يسوق، انت غتكون باقي الله خديتي بيامي وباقي ما طالقش يدك مزيان ونيت حتى هو يعلمك تسوق. قلت لها لا لا كنعرف نسوق. قالت لي واش متاكد؟ قالت لي انت راك باقي الله خديتي بيامي. قلت لها لا، قلت لها كوني هانيه وخلاتني نسوق. نيت سميت غادي بها قالت لي واش تبارك الله عليك ما ديما نسالك بيامي ديالك باقي الله واخدو بثلاث ايام وكتسوق بحال هكا؟ قلت لها درت الاحتياط لهادشي كامل
قالت لي تبارك الله عليك. المهم دخلنا للفيلا، طلعت هي للدار ترتاح شويه وقالت لي خليك هنايا، ها بغيتك توصل ماما للماشي، باغا تقدا شي حاجه وغادي تجيب.